بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم كامل حبيباتي، يا أحلى وأغلى متتبعات. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. جبت لكم واحد الخلطة، واحد المسمنة طلبتوها مني في شهر رمضان، أو تعتمديها في سير الأيام على طول العام. مسمنة تعالج قولون العصبي، تخلصك من نحافة، تعطيك لطاي ما شاء الله. وصفة جد سهلة وبسيطة، خلطة طبيعية 100%. تابعوا معي بإذن الله راح تستفادوا من هذه الخلطة وتصوموا بالصحة والهنا. تابعوا معي فقط للأخير. نبدو على بركة الله ونصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدو على بركة الله. وش نحتاج في الوصفة؟ عندي هنا شوكولا ترتيني أو شوكولا الطالة مكسون، اللي متوفر عندك استعملها. عندي هنا السمسم أو الجلجلان أو الزلجلان، معروف عندنا هنا في الجزائر ونقول له الجلجلان. اشري السمسم البني من عند ربيع الاعشاب او العطار، السمسم البني، ما تشريش الابيض اللي عند حتى قيمه غذائيه. استعملي ملعقه في شوكولاته الطلا. عندي هنا الشمر نقولوا له بالعاميه وبالعربيه، حبه حلاوه، هذا وين يشكله، حبه حلاوه ترحيها، ونحتاج منه ملعقه. هنا الشمر او حبه حلاوه مضاد للفيروسات، فيه واحدة زيوت طياره تعالج الجهاز الهضمي والقولون العصبي، وله فوائد سحريه حقيقيه، تمنع المغص، تنحي هذه السطره اللي تكون في المصران المعده، حتى للاطفال مفيد جد للاطفال يشربوه، يسرع الهضم، واسباب القولون المعده والامعاء والجهاز الهضمي يكون بطيء في الهضم، هذه تسرع الهضم والتهابات القولون. نحب نشرح لكم كل مكون شو فائدته حتى تستفادوا من الوصفة. عندي هنا حلبة محمصة ومطحونة. أنا حبيت نوضح حاجة واحدة، ما تجي تقولي الحلبة راهي دي الريحة، لأن الحلبة فوائدها لا تعد ولا تحصى، والمثل يقول لا حكمة ولا، والمهم لو تعلمون ما فيها، ما فائدة الحلبة لو اشتريتموها وزنها بالذهب. الحلبة راهي ضد التقرحات تاع المعدة والقولون، ومسمنة سريعة خاصة للمرضعات، مدرة للحليب، تعالج هشاشة العظام، تعالج فقر الدم عندها اللي عندها فقر الدم. عليها دير وصفات فيها الحلبة، اذا كان معناها اذا كان عرفت كيف تستعملها حبيبتي. ايضا ذكرناها انها مسمنة جدا ويخلصك من النحافة. هنا عندنا شوكولاته، قلنا شوكولاته ترتيني او شوكولاته الطلا متوفره عندك، نستعمل فيها ملعقه من الجلجلان او السمسم او الزلجلان، يكون البني ليس الابيض، نحمصه ونستعمل ملعقه من الجلجلان، نستعمل ملعقه من الشمر او حبه حلاوه، ونستعمل ملعقه من الحلبه، ثلاث معالق او ملعقتين من شوكولاته الطلا. بديل شوكولاته الطلا اللي تحبها طبعا، اللي يقولوا لي راهي مش صحيه وكل شيء، لانها كي تستعمل هكا شوكولاته ولا كونفتيره ومربى التين تزيد لك او تبان في الوزن، ليه اللي عندها مناسبه، اللي عندها كحاجه تبان لك، ام حبتها صحيه استعملي حبيبتي العسل. كاين اللي ما قدروش على العسل، تقدري انت لو توفر عندك وتشريها هذه، كاين اللي ما قدروش عليه وجهها غالي، تقدري تستبدليه برب التمر ايضا صحي، وتستبدليه باي مربى متوفر عندك عادي حبيبتي اللي يخرج عليك. لكن هذه الطعام والبنه ومسمنه سريعه صراحه. كيفاش نتناولوا هذه الوصفه؟ نتناولوها 3 إلى 4 مرات في اليوم بعد كل وجبه، او قبل كل وجبه انت وين تحبي تتناوليها، تناوليها بعد قهوه الصباح، بعد الفطور، وتجي باش ترقدي في الليل. وصفة سهلة بسيطة غير مكلفة، ونتائجها صراحة ولا أروع. نتمنى تنال إعجابكم. سلام.